يعني. طب علي معلول على فكره ده احرز اعتقد الهدف التاسع ليه في المشوار الافريقي ده، وده يعني طبعا. اعتقد كمان عادل كابتن مجدي عبد الغني واحمد بلال في هذا الرقم، ان هذا الرقم كابتن مجدي عمال يتبهدل كل ارقامه الارقام بتتكسر فده وكمان بيجي من يعني من باك شمال، بالرغم انه ممكن يقول لك اصل هو معظم ضربات الجزاء، لكن كمان ضربات الجزاء لازم الناس طبعا. تعرف لا انها مهاره عاليه جدا، مهارة وعايزه مهارة. عايزه هدوء وعايزه ثقه في النفس كبيره جدا. لا وهو على فكره ما له اهداف كمان من غير عادي. لا يعني صراحه نموذج علي معلول ان هو صناعه اهداف كمان دي مهاره مش سهله يعني. يعني الكره بتخرج من رجل علي معلول يعني بنسبه كبيره جدا هي هدف يعني او فرصه محققه يعني بناء الطرف الاخر بقى اللي هو زميل اللي متلقي الكره وكيفيه التصرف فيها. يعني هو طبعا صحيح. مفيد جدا للفرقه يعني مكسب حقيقي للكره المصري للاهلي والكره التونسيه. علي معلول لاعب مميز للغايه يعني بيدي متعه كمان في الملعب يعني الحقيقه الواحد بيحب يتفرج عليه يعني يعني ندره كبيره جدا اللعيبه اللي بتحب تتفرج عليها يعني ممكن انت بتحب فرقه او بتحب تتفرج على فرقه انما تحب تتفرج على لاعب معين يعني دي مميزه طبعا حاجه يعني علي معلول تحس ان هو من ابناء النادي الاهلي، تحس انه مولود جوه النادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي عاشق كبير جدا للفرقه ومخلص جدا بشكل واضح. ويعني انا اتصور ان واحد زي علي معلول ده ممكن تجي له يعني انا مش متابع قوي بس اكيد بتجي له عروض ورفض عروض كتيره جدا بمبالغ كبيره هذا الغايه هو كده حلو قوي يعني متمسك بالاهلي دي تحسب له.